البيوت زي القلوب، فيها نبض وفيها صوت. كل ما تدق مسمار في بيتك اعرف انك لسه موجود، وكل نبضة في قلبك بتساوي الوجود. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقة جديدة ولقاء متجدد دائما على قناة الصحة والجمال وبرنامج طبيب على الهواء. جاءت لنا اكثر من كام اس ام اس من بعض المشاهدين وخاصة السيدات، هنجاوب عليها. وإن شاء الله ضيفي وضيف حلقتي اليوم هو أستاذ الدكتور حمدي سنجاب، أستاذ جراحة القلب بكلية طب عين شمس. دعوني أرحب به. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا دكتور. الأول معانا سيدة بتقول أنا أخويا عنده مرض القلب، هل هو ورثة؟ هي في نسبة من أمراض القلب وراثية، ولكن مش كل أمراض القلب وراثية. يعني بنتكلم ان في ممكن من 5-10% عوامل وراثيه، خصوصا لما بيكون دي عيوب خلقيه في القلب. لكن العامل الوراثي بيخش في الحاجات الاسباب اللي ممكن لو توفرت بتزود فرصه الاصابه بمرض للقلب، زي السمنه دي في منها عوامل وراثيه كتير. فاذا فالسمنه بتعتبر عامل من ضمن العوامل المهمه في الاصابه بامراض القلب. لكن بقيه العوامل لا، في عوامل مكتسبه غير وراثيه، دي زي ضغوط الحياه والانفعالات والتدخين، دولت من العوامل التانيين. امراض زي السكر برضو دي بيبقى في منها جزء وراثي ممكن تساعد على حدوث امراض القلب. نعم، لكن مش وراثه؟ لا، ما هياش قاعده. لا، مش حتى في بعض الناس يقول لك ان امراض القلب، مثلا جدي كان زمان كان عنده مرض القلب، فممكن يكون مثلا الولد ده طالع لجده. هو الاختلاف، عايزين الاول خالص ان انا اقول للساده المشاهدين ان الموضوع مختلف خالص. لا، ما تعملوش علاقه ما بين الجد وما بين الابن، صح كده دكتور؟ هو اللي فرق دلوقتي حاليا عن زمان هي المقدره على التشخيص المبكر لامراض القلب. نعم. كثير من الوفيات اللي كانت بتحصل زمان اللي بنسميها الموت المفاجئ ده كانت بتحصل نتيجة لوجود إصابة، سواء إصابة في القلب، إصابة في الكلى، إصابة في الرئة، وتبعها إصابة في القلب وهبوط في عضلة القلب. مع التشخيص المبكر ووسائل التشخيص الحديثة دلوقتي والفحوصات اللي بنقدر نعملها، بنتمكن من التشخيص بدري، فملهاش دعوة. لأن هو إذا المرض زي ما بقول لحضرتك في أسباب متعددة بتسبق حدوث المرض، لو توفرت العوامل المساعدة أو المحفزة على حدوث المرض بيحدث. لكن إذا لم تتوفر ما يحدث. الجزء الوراثي من القلب بيبان بدري، يعني بنسبة بنقدر نتكلم إنه بنقول من حوالي 5% من العيوب الخلقية اللي هي الثقوب أو ضمور في الشريان، أو دي بيبقى فيه منها جزئية وراثية. لكن أمراض الشرايين التاجية أو أمراض الأمراض اللي في الصمامات اللي هي بتنشأ نتيجة الإصابة بالحمى الروماتيزمية، اللي هي إحنا بنعتبر منطقة من المناطق المزمنة فيها الحمى الروماتيزمية، دي ليست فيها عوامل وراثية بقدر كبير. طب بتعرفوها إزاي؟ تعرفوها ازاي ديت وراثه او مش وراثه؟ هو اولا طبعا الفاميلي هيستوري اللي هو التاريخ المرضي من العيله، التاريخ العائلي المرضي ده بيلعب دور ان احنا بنعرف فيها الاصابه ولا لا. دي نمره واحد. نمره لو في اكتر من فرد في العيله بنلجا لحاجه اسمها جينيتك كاونسل اللي هو التشخيص الوراثي بالدي ان ايه، بنعمل دي ان ايه وبنقدر نحدد منه احنا عارفين الكروموزوم انهي اللي شايل تركيبه القلب، بنعرف منها تركيبه الكروموزوم. وفي بعض الكروموزومات او بعض الامراض الوراثيه بتصاحب، معروف ان هي بتصاحب امراض معينه زي الكوازاكي مثلا، في ده بنسبه ضئيله جدا ولكنه معروف ان في نسبه منه وراثيه، متلازمه داون او الطفل المنغولي دي في منها جزء برضو في منه وراثي. فيعني في بتبقى سهله التشخيص مع وسائل التشخيص الحديثه. نعم. معانا اس ام اس اخر بيقول ايه هي خطوره امراض القلب والشرايين وايه هي اسبابها كمان، عشان هو شكله كده عايز يعمل زي وقايه لنفسه، فبيعرف ايه هي الخطوره وايه الاسباب وازاي ان هو يحمي نفسه من ضغوط القلب او مثلا مرض القلب. هو تعريفنا للقلب ايه؟ هو القلب بالنسبه لنا هو مضخه بتضخ الدم،
هذه المضخة مضخة عضلية بيتحكم فيها في مداخلها صمامات اللي هي الأبواب بتاعتها. وعشان المضخة دي تشتغل بكفاءة كويسة لازم بيبقى لها معدل تروية من دم بيوصل لها هي عن طريق شرايين بنسميها الشرايين التاجية. الإصابة اللي بتحصل لأمراض القلب هي بالتالي نوعين، يا إما إصابة في الأبواب أو الصمامات اللي في القلب نفسها، إذا كنا بنتكلم عن الأمراض اللي بتحصل في الكبار في الأطفال الوضع مختلف شوي طبعا، أو مرض يصيب الشرايين المغذية للمسؤولة عن معدل التروية لعضلة القلب، وفي الوقت ده يقل معدل التروية وتبدأ تحصل فيها. فبالتالي في عندنا نوعين أمراض الصمامات للقلب، سواء إذا كان ضيق أو صمام في الصمام أو ارتجاع في هذا الصمام بينتج عنه ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، مما يستدعي أن احنا نغير هذا الصمام، لأن احنا لو سبنا الصمام دوت ما غيرناهوش نتيجة الضيق او الارتجاع الاثنين هيرفعوا لي ضغط الشريان الرئوي. الشريان الرئوي ده مسؤول عن ايصال الدم للرئه، فلو الدم دوت رايح بكميه قليله هنعاني، لان نتيجه لان الدم هيروح لها بكميه قليله الوظيفه بتاعتها مش هتبقى كويس، مش هتشتغل كويس صحيح، وهيحصل معدل احتقان في الاورده عالي ينتج عنه ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. ولو في نسبه ارتجاع برضو الدم اللي واصل للرئه هيبقى عالي، وبالتالي يحصل ارتفاع في ضغط الشريان واحتقان. مشكلة الاحتقان اللي في الرئة ان الرئة بتتعود على ضغط معين، هذا الضغط من 25 ماكسيموم، لو ارتفع الضغط ده وحصل الاحتقان ده بيأثر على معدل التنفس، وبالتالي بيأثر على معدل الحركة، معدل الأداء اليومي، ما بيقدرش يتحرك من السرير، كل دوت بتبدأ يبقى فيه عنده نزلات برد متكررة، ممكن يحصل نوع من أنواع الاستسقاء على أو تجمع المائي أو البلوري بيحتاج إن لعلاج، كل الكلام دوت بيأثر على حركته. فالقلب هنا من ناحية الصمامات خطير جدا. النوع الثاني هو إصابة للدورة دورة الشريان التاجي اللي هي مسؤولة عن تروية المضخة العضلية ديت أثناء أداء وظيفتها. الإصابات اللي بتحصل فيها هي ضيق في هذه الشرايين نتيجة ترسبات، سواء الترسبات ديت حجرية أو ترسبات للدهون أو ضيق مفاجئ، بينتج عنها نقص معدل سريان الدم وبالتالي نقص معدل التروية. فما بتقدرش بينتج عن ايه؟ احنا عندنا في الدهون اللي موجودة في الدم لما احنا بتقوم عملية الايد بتنتهي الدهون دي بانواع من الدهون بنسميها الدهون الثلاثية. الدهون الثلاثية ديت والكوليسترول، هو الدهون الثلاثية مينلي دولت حوالي 3 انواع بتتقسم على حسب كثافتها او درجة لزوجتها. في اخطرهم هو الدهون قليلة الكثافة، لان الدهون قليلة الكثافة دي من الممكن ان ما تدوبش في الدم في مجرى الدم وتترسب على جدران الشريان ما توصلش للخلايا، فنتيجة لكده بتترسب على جدران الشريان، لما بتترسب على الجدران بيبدأ يحصل نوع من انواع التفاعلات ما بينها وما بين الجدران، ممكن يحصل عليها ترسبات كالسيفيك يعني بنسميها، بيبدأ يحصل عليها كالسيوم، ونتيجة ان الكالسيوم بيترسب عليها بتبقى حجرية. مع الوقت كل ما بتزيد كل ما هتأثر لنا على قطر هذا الشريان ويحصل الضيق. ولما الضيق يبقى حاد اللي يبقى العضلة مش هيوصل لها في الجزء دوت دم، لما العضلة ما يوصل لهاش جزء في الجزء ده دم هتموت، وبالتالي كفاءة العضلة مع الوقت هتبدأ تقل. طبعا فدي بتستدعي التدخل. طبعا الاول يتم تشخيصها الاول، نعرف نوع الضيق ومكانه وحجمه وهل هو يحتاج الى تدخل ولا لا، ونوعيه التدخل بتختلف بقى من حاله للتانيه. اللي هي تعتبر بدايتها الاسطره الاستكشافيه بالظبط كده. في البدايه بنبدا نعمل الاول الاسطره الاستكشافيه، نحدد فين ورايح فين بالظبط، وحجمه وقطره قد ايه ومكانه، وهل هو في امكانيه ان احنا نتدخل بتدخل بنسميه التدخل التحفظي اللي هو تركيب الدعامات او التوسيع، ولا الموضوع يحتاج ان انت تتدخل جراحيا لان خلاص ما ينفعش ان انت تعمل حاجه زي كده. والجراحيه دلوقتي بقت سهله بالظبط. نعم بس حضرتك اثرت نقطه الا وهي ان الدهون لو كانت بكميه قليله دي بيكون في خطوره. بالظبط. ازاي لو كانت، طب لو هي كانت قليله، طب لو كانت كتيره؟ لا الدهون بتتقسم على حسب كثافتها، لان لما بيتم هضم الدهون هذه الدهون بيتم هضمها بتتحول الى
ثلاث انواع من الدهون. دهون عالية الكثافة، دهون قليلة متوسطة الكثافة، ودهون قليلة الكثافة. الدهون قليلة الكثافة دي اللزوجة بتاعتها اللزوجة بتاعتها عالية، لان هي ما بتدوبش في الدم ولا تتمكن الخلايا من نقلها، الكرات الدم الحمراء والبيضاء اللي هي بتنقل كل منتجات عملية الايض عملية الهض كلها تنقلها للخلية علشان تبدأ الخلية تستفيد منها. فبتبدأ الدهون دي ملهاش مكان، ما بتقدرش تعدي الحاجز الموجود ما بين الشعيرات الدموية والخلايا، فتبدأ يحصل ترسيب على جدران الشعيرات الدموية. الترسيب ده بيبقى زي ما بقول حاجة بينشأ عنه مع الوقت تغيرات في جدر الشعيرات الدموية، وهي اللي بينشأ عنها الانسدادات. نعم. معانا سؤال الحلقة النهاردة، أرجو نكون في متابعة ما بيننا وبين المشاهد أكثر، ولو في أي استفسار اتصلوا بينا على أرقام أسفل الشاشة وأرد عليكم. لكن سؤالنا النهاردة، هل تشعر بضيق في التنفس أو آلام حادة بالصدر؟ هل تشعر بضيق في التنفس أو آلام حادة بالصدر؟ أرجو أن يكون في متابعة واتصال على أساس أن الدكتور حمدي سنجاب أستاذ جراحة القلب بكلية الطب عين شمس يجاوب عليها بكل استفاضة وبكل راحة إن شاء الله. دكتور، عايز أسأل حضرتك باستفسار كده، إيه العلاقة ما بين الدهون الثلاثية وأمراض القلب؟ هو زي ما ذكرتهم دلوقتي. احنا زي ما اقول لحضرتك، احنا في يعني بنسميها الدهون الثلاثيه، في منها ثلاث انواع. احنا دايما بنتابع الدهون الثلاثيه والكوليسترول، لان هم دول اللي بيسببوا، هم من ضمن العوامل المسببه لحدوث امراض الشرايين التاجيه. ترسبهم في اي شريان غير الشريان التاجي بيبقى بنسب، لكن مشكله الشرايين التاجيه ان هي شرايين رئيسيه وشرايين قطرها صغير، فاذا تمت الترسيبات ديت مع الوقت وحصل عليها ترسيب للكالسيوم وبدات تقفل هذا الشريان، لابد من التدخل وتوسيعه على طول. على طول لازم نتدخل ونوسعه على طول، سواء اذا كان عن طريق الاسطره وتركيب دعامات، او ان احنا بنجري جراحه علشان نتفادى المنطقه المصابه ونروح لمنطقه سليم. وانه الافضل بيختلف على حسب الحالة. يعني ما نقدرش ان احنا يعني نقول انهي الافضل ليهم الا بعد اجراء الاسطرة الاستكشافية الاول، اللي بتقول لي فين مكان المصاب وحجم الاصابة قد ايه وعدد الشرايين المصابة قد ايه. يعني لو في عندنا مثلا اكتر من شريانين او ثلاثة مصابين، يبقى دي عملية جراحية. عملية جراحية طبعا. لو كانت الاصابة حادة جدا لدرجة ان هي نشأ عنها ان في تم غلق كامل، بيحصل غلق كامل لشريان رئيسي ومعاه مجموعة شرايين تانية مصابة بالاضافة للشريان ده، بنضطر نخش ان احنا بتعمل اعادة بناء للشريان دوت بالاضافة الى اعادة تروية للشرايين التانية، فدي بتحتاج الى تدخل جراحي. فالمعيار هو التشخيص بالاسطرة الاستكشافية في الاول لتحديد نوعية العلاج اللي هنقدر ان احنا ندخل بيه. صحيح. وحضرتك ممكن وانت داخل بالاسطرة الاستكشافية، هل يجوز انك انت تبدأ تعمل عملية وهي الاسطرة موجودة؟ لا، هي اللي بيحصل، هي الاسطرة الاستكشافية ديت لو اثبتت ان في عندنا دي حاد خصوصا في الشريان المغذي للعضلة القلب، ولازم تتعمل عملية دلوقتي، لازم على طول. دي بنعتبرها اللي هي الكريتيكال ليفت من دي. بنقول ان ده بيخرج المريض من اوضه الاسطرة على اوضه الجراحة على طول، لان هو ما بيقدرش ان احنا في الضيق الحاد في بداية الشريان ده بيبقى صعب ان هو يتدخل، لان بيعني ان هو لو تدخل وحاول يعمل اي توسيع في المرحلة ديت ممكن يحصل لا قدر الله وفاة، فلازم نتدخل جراحي. نعم. ايه العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب؟ ارتفاع ضغط الدم بيبقى ليه اسباب كتير، ممكن نتيجة الانفعال، ممكن يكون نتيجة امراض كلى. فنتيجة لكده الضغط المواجه للمضخة اللي هي عضلة القلب بيبقى ضغط عالي، فبالتالي هذه المضخة يجب ان هي ترفع من كفاءتها اكتر. رفع الكفاءة بالنسبة لنا هو تضخم في المضخة، التضخم ده بيقلل من حجم الغرفة المسؤولة عن تجميع الدم قبل ضخه، وهو البطين الأيسر. فبالتالي بيبقى الناس كلهم اللي عندهم ارتفاع في ضغط القلب بيبقى عندهم تضخم في عضلة القلب الشمال، عضلة البطين. طب نتيجة للتضخم دوت ممكن محتاج ان انت حضرتك كم من الدم يجيله تروية بنسبة اعلى طبعا، وفي فرصة ان الاجزاء الداخلية من العضلة ديت ما يوصلهاش الدم نظرا لان هي متضخمة جدا. نسبة الاصابة فيهم بتبقى اعلى
ان هو يجي له اصابه في الشريان التاجي بتبقى اعلى منه في الناس اللي هي ضغطها طبيعي. نعم. طب ازاي بيتم تشخيص امراض القلب والشرايين؟ احنا الاول هو بيحكمنا في امراض القلب حاجات كتير قوي، لان امراض القلب احنا اتكلمنا بس عن جزئيتين منهم اللي هي امراض الصمامات او امراض الشرايين التاجيه. في امراض الاضطرابات طبعا. في عضله القلب اللي هي اضطرابات النبضه وحدوث الذبذبه او عدم حدوثها. فاول خطوه بنعملها في التشخيص هي ان احنا بنعمل رسم القلب العادي وبالموجات الصوتيه على القلب. اذا ثبت بموجات الصوتيه وبرسم القلب العادي ان هو في قصور، بعض المرضى ما بيظهرش فيهم في رسم القلب العادي، فبنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها رسم قلب بالمجهود. ومع وجود الايكو بيبين، يعني الموجات الصوتيه للقلب بتبين لو في عندنا قصور في الوظيفه نتيجه قصور في دوره الشريان التاجي او نتيجه ضيق او ارتجاع في صمامات القلب. نعم. فبتبقى الخطوه الثانيه على طول هي اجراء، لو ثبت ان هي مش صمامات بنعمل الخطوه الثانيه وهي اجراء قسطره تشخيصيه عشان نطمن هل في شريان في مشكله ولا لا. ساعات بنلجأ للأشعة المقطعية، ده إذا كانت الإصابة موجودة في لدي تمدد جداري في الشريان الأورطي، فبنلجأ إلى إن احنا نعمل برضو أشعات، حاجة اسمها الأشعة المقطعية، علشان بنعمل مسح كامل لبداية الشريان حتى نهايته عشان نعرف مكانه. فالتشخيص نمرة واحد باستخدام الحاجات ديت. نمرة اتنين بيجي بقى القرار بتاع العلاج، انهي نوع من انواع العلاج اللي بيتم اتباعها، ودي بتختلف من حالة للتانية. طبعا طبعا بتختلف من حالة للتانية. طب لو جينا نقول مثلا ان الحالة سيدة، بتختلف من رجل هي طبعا وبتختلف من رجل وبتختلف من طفل. طبعا. عايزين ايه نعرف ايه هي الاختلاف؟ الوضع الاختلاف ان عادة لو هم اطفال المقاسات، لو هنتكلم على الصمامات، لو عيوب خلقيه بتبقى اكتر طبعا في الاطفال، اتجاهنا للعيوب الخلقيه بيبقى اكتر في الاطفال. الصمامات في بنحاول دايما ان احنا نعمل اصلاح للصمام في الطفل، خصوصا لو هو سنه صغير، علشان ما نحطلوش صمام حلقته تضيق عليه بعد شويه. يعني مقاس الصمام بعد ما بيكبر واحتياجات جسمه ونشاطه بيزيد يبقى صغير. صحيح. فغالبا القرار بيحتاج لدراسه اكتر في الاطفال من مساله اصلاح للصمام او استبدال للصمام. اذا كان عيب خلقي بيتم اصلاحه على طول. بالنسبه للفرق ما بين السيدات والرجال، يمكن هما السيدات خلال فتره الحمل ربنا حميهم طبيعيا ببعض الهرمونات اللي بتطلع خلال فترة الحمل والولادة، فعندهم نسبة سيولة، فنسبة إصابتهم بتبقى أقل منها في الرجال، فعشان كده نسبة الإصابة دايما أقل شوية، يعني بيجوا بعد 45، لكن ده ما بينطبقش على كل الحالات. إصابة الشرايين للسيدات بتبقى أعنف شوية برضو من الرجال، يعني لما بتيجي سيدة بتتميز بأن الشرايين بتاعتهم شرايين دقيقة ورفيعة جدا عن الرجال، فبيبقى يمكن الإصابة فيهم أعلى شوية، بتبقى أعنف على الرغم أن هم إصابتهم قليلة لكن بتبقى أعنف منها في الرجال. كتير قوي من السيدات عندنا في الشرايين مرضى الصمامات بيحتاج الى عمليات توسيع في الاول في سن العشرينات، وبنلجأ للتغيير بعد شويه. بتواجهنا مشكلات معاهم في تظبيط معدل السيوله بتاع الدم اذا تم تركيب صمام معدني، ففي انواع كتيره دلوقتي من الصمامات النسيجيه اللي هي بتسمح لها للحمل بحريه عن الصمامات المعدنيه. دي بتاثر في الحمل يا دكتور؟ طبعا، لان احنا بتاخد ادويه في الصمامات المعدنيه، بناخد ادويه علشان خاطر السيوله، تحافظ على سيوله الدم، احنا طبعاً متطلبين سيوله بالدم برقم معين. المشكله ان احنا في الفتره الاولانيه من الحمل في اول 3 شهور ما قدمناش الا حل من اتنين، اما ان احنا بنقلل تركيز الادويه ديت الى اقل معدل ممكن عشان نحافظ على اقل نسبه سيوله ممكنه، او ان احنا بنريح خالص وبنتم استخدام الصمامات النسيجيه، وده يعني الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي في مصر، احنا بنستخدم الصمامات النسيجيه لان ما بتحتاجش ان هي تاخد اي ادويه، وبالتالي بيبقى في حريه في الحمل والولاده بالنسبه لها. تبقى سهله ولا تبقى صعبه اللي هي الولاده؟ لا، بتبقى طبيعيه جدا، طبيعيه جدا، لكن في حاله الحاله بتبقى سهله ولا صعبه بالنسبه للام، بالنسبه اللي هي السيده او السيده اللي هي تكون عندها المرض القلب، تبقى صعبة؟ بص، إذا كان الصمام يعمل بكفاءة طبيعية فالحمل والولادة بالنسبة لها زيها زي أي ست عادية خالص، لكن هو اللي بيفرق بالنسبة لهم
كان ان زي ما بقول لحضرتك في الفتره الاولانيه يا اما ان احنا بنشفت لنوع تاني يعني بنتم تغيير الدواء او ان احنا بنقلل تركيزه في الجسم لاقل كميه ممكنه ده لو احنا حاطين صمام من النوعيه المعدنيه، لكن صمام النسيج ده ما بيحتاجش اي مشكله. فكانت المشكله بتواجههم في اول الحمل وبتواجههم في اخر الحمل، ان في اخر الحمل بيتم حجزهم في المستشفى لان احنا بنوقف خالص العلاج الدواء ده وبيتم استبداله بحاجات بتعطى عن طريق الحقن الوريديه ودي بتحتاج متابعه 24 ساعه حفاظا على الجنين، حفاظا على الجنين لان احنا ما بنبقاش عارفين امتى هيجي لها الام الولاده المخاط، فبتفضل لها مثلا تقعد لها حوالي مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع في بعض الاحيان شهر قبل الولاده داخل المستشفى. طبعا ده بيأثر في نفسيتها مع الانسجه الصمام الجديد اللي هو النسيج الحيوي زيها زي اي حد طبيعي ما فيهوش فيه اي مشكله خالص. تيجي ناخد اتصال. نعمات اتفضلي. ايوه اتفضلي. لو سمحت عايزه اسال بس الدكتور على هل انا عندي حساسيه على صدري وبهبط بسرعه بعد اي مشي فلسفه صغيره. فهل ده من القلب ولا من الحساسيه؟ هو بدايه علشان نعرف ان هو من القلب ولا من الحساسيه المفروض ان احنا هنعمل موجات صوتيه على القلب، لان ساعات كتير قوي بعض الدكاتره بيفسروا الحساسيه لان في نوع من انواع الحساسيه بينشا نتيجه الاصابه في القلب خصوصا لو عندنا ضيق في الصمام او ارتجاع في الصمام بيبقى مصاحبه زي ما احنا قلنا احتقان، فبيتم تشخيص الاحتقان في مراحله الأولانية على أنه حساسية على الصدر وهو احتقان بالرئة نتيجة لارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. فضروري أن احنا ما يعني ما بنلجأش للتشخيص الأولاني إلا إذا كنت أنت مشخصة أن أنت حساسية منذ الطفولة، يعني لو هي من هي طفلة بيجي لها في مع تقلب الفصول بتبدأ تعاني من الحساسية، لكن الحساسية ما بتبقاش موجودة طول الوقت، هي مع فترة تقلب الفصول خصوصا مع فترة الربيع ما بين الربيع والصيف بتزيد معدل الربو الشعبي أو الحساسية بالنسبة للي بيعاني منها. نعم. في أي استفسار تاني يا حاجة؟ نشكرك جدا على الاتصال. بس يا دكتور بتقول لك في أقل مجهود اذا هي ده بيرجح اكثر بيرجح اكثر ان احنا عندنا هبوط في عضله القلب، لكن ما هو احنا انا ما يعني حضرتك في انواع كتير قوي من ادويه الحساسيه في درجات وانواع مختلفه فده محتاج ان احنا نشخص الاول، يعني نمره واحد هنعمل موجات صوتيه على القلب لو طلعت ان هي كويسه بنعمل حاجه اسمها وظائف تنفس قياس لمعدل وكفاءه وظائف التنفسيه علشان نعرف نوعيه ودرجه القصور في وظائف الرئه وازاي نتعامل معاه. ما هو في ادويه كتير وكل دواء موصوف لحاله معينه، ودي بتبقى حاله بتبقى ممكن يكون فيها ايه الشك اللي فيها زي ما بقول لحضرتك هي بالاتصال ده يعني زي ما يا اما يكون عندنا حاجه في الصمامات يا اما في صمام من الصمامات في مشكله او لو هي حساسيه عاديه على الصدر بس في السن ده بتحتاج بقى ان احنا بندرس ظروف البيئه اللي هي عايشه فيها، يعني المساله بتبقى مركبه زي ما قلت لحضرتك ان كل حاله مختلفة عن التانية، يعني هي لو ساكنة جنب مصنع لا يبقى طب نوعية المصنع لا طب في حد مدخن في البيت، بنحتاج ان احنا نعمل سيرفي كامل علشان نفصل للسبب الرئيسي والتشخيص. تبقى تكون الافضل ان هي تكون بعيد عن الضوضاء وتكون بعيد عن التدخين تماما. بعيد عن عاد التدخين ولو جنبها مصنع برضو بنفكر في قصة الحساسية ديت. استاذ الدكتور حمدي سنجاب استاذ جراحة القلب بكلية الطب عين شمس اشكرك شكرا جزيلا على ما قمت به من قول وعمل وفعل. اشكرك. السادة المشاهدين افضل ما شيء ما اقوله هو الاهتمام بالصحة. الصحة هي كل شيء. اهتمامنا بالصحة هو الشيء الوحيد اللي هيكون قدامنا طريق النور لأولادنا وأحفادنا وإخواتنا وأبنائنا. مشاهدينا الكرام أشكركم حسن مشاهدتكم لينا وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في الساعة 10 مساء طبيب على الهواء. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.